أباح هذه الليلة. لا تخفني يا شرشور، فسأكون خائفا جدا هذه الليلة. أنا لا أريد أن أرى الشبح في هذه الليلة المفزعة. زعبور كان مخطئا حينما جاءه المغص في هذه اللحظة. لقد أكل بعض الأطعمة المتعفنة، لقد كان شريعا. إذن لا يمكن مساعدته. كلا، يجب أن نجد علاجا له. دعنا نبحث عنه في الأرض، لأني أخاف النظر وحدي. نعم، لا تبتعد عني. أين أنت شرشور؟ ماذا تريد؟ حقيبة. إنها مملوءة يا فرفور. إننا محظوظون، فدعنا نحملها بسرعة لزعبور. يا صديقي، إن للحقيبة جذورا فساعدني بحملها. إن جذورها عظيمة وإنها لا تتحرك أبدا. فرفور انتظر، سأتحقق من الأمر. ما هذه؟ إنها يد. إنها دافئة، إنها ذات الشعر. لقد أمسك بالشبح يا مرفور. أنت جديد. سوف لا أفعل أشياء سيئة بعد الآن أبدا. يا النجدة، ما هذا السلام شرشور؟ حسن يا أبي، فهذان هما شرشور وفرفور، فمن كان يصيح؟ أي فرفور، شرشور، لماذا أنتما منبطحان هنا؟ سنان، ساعدنا. لقد أمسك بنا الشبح يا سنان. نعم، هناك شبح كبير يقف خلفكم. ساعدهم يا سنان. أجل سنان، أسرع ساعدنا. انظر هنا، هذا هو الشبح. إنه غصن فقط. ولكننا فعلا وجدنا شبحا كبيرا هناك، وكان يمسك بيدي حقيبة كبيرة. كان الشبح كبيرا ويلبس قبعة وعيناه تلمعان. هذا مستحيل. أجل، ربما يكون هذا ممكنا. في الحقيقة لقد كثرت أشجار الجوز في الغابة في الآونة الأخيرة، وأنا رأيت أثار قدم غريبة، ولذا سأقوم بدورية الحراسة حتى لا يدخل أحد إلى الغابة. ترى ما الذي رآه شرشور وفرفور يا أبي؟ لقد كان شبحا. ربما يكون هذا هو المجرم. لذا سوف أذهب لأجد الشبح الذي رآه شرشور وفرفور في الغابة يا أصدقائي. لا أعتقد أن هناك الشبح. ولكن يا سيدي، نحن رأيناه حقيقة. كنت نصف نائم، أليس كذلك؟ حسن يا سنان، سأذهب معك. هل إلى أين ذاهبان؟ سيدي سامحنا، نرجوك اخرسا وابقيا هنا، وأنا سأذهب لأرى الشبح هذه الليلة. هل ظهر الشبح في مكان قريب من هنا؟ أيها الشبح يظهر. سيدي، ماذا سنفعل إذا سمعك؟ سوف لا يظهر الشبح. لقد ظهر. أيها الأغبياء، انظروا إلى هناك. هذه الغومة المؤدبة لا تزعجني. ليس هناك أي
سيد زعور ماذا حدث لك؟ منظرك شاحب يا سيدي. انظر ماذا انظر. عين واحدة لما حسن خذوا لي إلى هناك. لقد ظهر. لالا هذه دمية من قشر البطيخ الأحمر. انظري يا لالا ماذا سأفعل. من هذا؟ أيها المحتال، لقد ظهر ثانية. قل لي من أنت. لا إنني خائفة. لا لا أمسكي أعصابك، إنه مجرد تهديد. كلا انظري إنه يتكلم، إذن فهو ليس شبحا يا لالا. كلا كلا إنني شبح مخيف. إنني آسف، فمهما فعلت وزأرت فلن أخاف منك. إنك لا تملك أصدقاء فتفعل ذلك. أنا لست بحاجة للأصدقاء. هيا عود أيها المحتال. هيا انتظر لحظة. انتظر سنان، لا تتركني وحدي. إن هذا يبدو أنه وحيد، أليس كذلك؟ إني لا أعجب إلى أين ذهب. إنك لحوح حقا، لأي سبب جئت إلى بيتي؟ بيتك؟ هل هذا هو بيتك؟ إني آسف، لم أكن أعلم أن بيتك في هذا المكان. في هذا المكان؟ حسن، سأسامحك لأنك مؤدب فقط. وسنان لا يكذب أيضا. ليس هناك شخص لا يكذب. أنت لا تصدق أحدا، أليس كذلك؟ إنه مسكين. مسكين. هل أنت خائفة مني؟ لا لست خائفة. لا لا تكذبي، فقد رأيت طفلا وصار يبكي حينما رآني قبل لحظات. أنا اسمي لالا، فما هو اسمك؟ لقد نسيت شيئا اسمه اسمي. إن هذا مؤسف حقا. هل ستتكلمون عني لأهالي القرية؟ لا فائدة من ذلك، على أي حال سأغادر حالا. لماذا تبكين؟ لأن والدتي قالت إن الشخص الذي لا يثق بالآخرين ليس له حظ. لأجلي إذن؟ هل أنت تبكين لأجلي؟ لم أكن أحلم بأن شخصا سيبكي من أجلي. والآن؟ أنا اسمي جوجو، فناديني جوجو. جوجو؟ ألستما جائعين؟ هيا كلوا من طبخي، فهذا عملته بيدي. ما أطيبه. هل هو طيب حقا؟ أجل أجل، إنه لذيذ جدا، إنك بارع في الطبخ لنفسك. لم أقصد أن أفعل مثل هذا الشيء. وأنت تقول النكتة أيضا. يا له من مسكين، إنه يعيش وحده. إذن هل يستطيع أن يعمل بعض الطعام بنفسه؟ أظن أن لديه تجارب كثيرة أيضا، ولديه جرح كبير من أثر حريق في وجهه يا أبي. سأرحب به كمزارع عندنا، فسأذهب إليه بنفسي وأخبره بذلك. سوف ينظر بعيدا ويتحرك إلى مكان آخر إذا ذهب. يا للمشكلة، لم أكن أعلم أن المشاكل تأتي من صخب الأشباح، فأنا عندي صداع الآن، وأرى أنه من الأفضل أن نترك هذه المشكلة لسنان ولا لا. صحيح، وماذا نفعل؟
تعمقوا بصداقته يوما بعد آخر، فإذا فعلتم ذلك فسيكون صريحا ومطمئنا منكم. أجل، سنحاول ذلك يا أبي. ماذا؟ هل الشبح خنزير متوحش؟ نعم، وسيأخذ منه سنان ولالا طعامه اللذيذ الشهي. ماذا؟ إن سنان له حظ كبير. محتال محتال، سوف لا أغفر له. ماذا ستفعل؟ في البداية يجب أن تعرف مكان بيته السري، وبعد ذلك سوف نسرق الطعام الذي. أجل، وسنقول إن سنان هو السارق. كما أنت ذكي يا سيدي. سوف لا أغفر له. أنا لا أريد الذهاب. ماذا تقول يا بنان؟ فمن أجل جوجو فقط. يا بنان، أنت دائما تقول أريد أن يكون لي أب، ولكنني دب ولست بحاجة إلى أب من الخنزير البري. بنان، تستطيع أن تفعل ذلك بشكل طبيعي، لأننا نريد أن نشفي جوجو من كرهه ونكون صداقة طيبة. حسن يا سنان، إذن ستعمل وفق ما أقول، والآن اتفقنا، هيا بنا نسرع. أنا سنان يا جوجو، أنا سنان. أوه سنان، أهلا بك، ادخل. مرحبا بك يا جوجو. هذه هديتي يا جوجو. أوه شكرا لك. وماذا تريد مني الآن؟ لقد أتيت اليوم بأعز أصدقائي، إنه صديقي العزيز بنان. هذا أنت؟ لماذا تضربني؟ بنان كن هادئا، يجب أن نحترم مشاعره. بابا جوجو، أنت تشبه والد بنان المتوفى، لذا حضر فهو يريد رؤيتك. لقد تشوقت لرؤيتك يا أبي. انتظر انتظر، أنت طفل دب ولست ابن خنزير. كلا كلا، إن هذا شيء غريب. أوه على الأقل أنت تشبه أبي. بنان أنت فرحان لأنك وجدت أباك؟ لقد كان لدي ولد ولكنه توفي. أوه أبي. توقف يا بنان أرجوك، لست بحاجة لأي ولد الآن، لأن لا شيء أكثر حزنا من فقدانه. يا جوجو، ما الذي يحدث في هذا العالم؟ لماذا تكره الناس؟ ولكنني أريد أن أحدثك، وأريدك أن تحدثني عن كل شيء، أرجوك يا أبي. حسن يا بنان، ولكن اليوم فقط اتركني وحدي. هل آتي غدا؟ نعم بالطبع، تعال متى ترغب. شكرا يا أبي. وداعا يا سيد جوجو. وداعا يا أبي. عزيزي يا عنبر. إنه وحيد ولطيف بالرغم من وجهه المخيف، أليس كذلك يا سنان؟ في البداية كذبت عليه، ولكني بدأت أشعر وكأنه فعلا مثل أبي. كنت أعرف ذلك. سيدي سيدي. سيدي، إنه يطاردهما. ما الذي سنفعله؟ حسن، دعنا نسرقهم في الوقت المناسب. نعم يا سيدي. ماما، إن جوجو رجل طيب جدا، ولقد صار وحيدا بعدما حدث حريق في بيته يا ماما. أوه شيء مؤسف. ماما، لقد طلبت من جوجو أن يجعلني مثل ابنه. عزيز بنان، ولكن لا تزعجه كثيرا. أجل، فأنا قد سررت بأبي الجديد. أجل أجل، فإن جوجو مسكين كما إنك لست مزعجا. بلان، حسنون، فأنا متأخر جدا. يبدو أن شخصا جاء متأخرا الليلة. لقد نجح حسنون، وسيكون سنان هو المتهم بالسرقة. يبدو أنهم يقومون بعمل رديء. حسن، ماذا ترسم؟ كلا لا تنظر إليه. لماذا؟ جوجو، هذا أبي وهذا هو جوجو يا أبي.
كيف حالك يا جوجو؟ فأنا أبوه رحمون. هيا تفضل ادخل. هيا سنان، ما الذي فعلته معي؟ ماذا يعني هذا؟ ماذا حدث يا جوجو؟ لا تتظاهر بعدم المعرفة، فقد سرقت حاجاتي أليس كذلك؟ أين هي الآن؟ هيا أخرجها. انتظر لحظة رجاء يا جوجو، إن سنان ليس من الأطفال الذين يسرقون أبدا. إذن فأنتم الاثنان متآمران على سرقة حاجاتي، أعدها إلي. ماذا يا جوجو؟ جوجو، هل فتشت بيتك جيدا؟ فإذا كانت في البيت فستجدها بسهولة، فابحث عنها جيدا. كيف تجرؤ على قول ذلك؟ إنك تقول هذا وكأنها ليست عندكم هنا. ربما إذن قد خبأتموها في بيت لالة، أليس كذلك؟ كلا، ليست عندي. إنها ليست في بيتي أيضا يا بابا. أيها المحتال، كيف تجرؤ على منادات بابا وكل منكم يضحك مني؟ سوف لا أثق بكم أبدا، فلن يشعر وكأن كل شخص منكم لص. هكذا يا جوجو؟ صباح الخير جميعا. جوجو مرحبا، أنت تبحث عن حاجاتك أليس كذلك؟ ماذا؟ إنها تنتظرك في الخارج. أوه، هذه حاجاتي، فهذه صحوني وقدوري. يا ماما أرجوك سامحني، إنها مجرد نزوة عابرة. أجل فإن هذا صحيح، إن لديكم نزوات كثيرة ومستمرة ليس كذلك؟ يجب أن تترجموا نزواتكم في عمل مفيد. سنان، أنا أعتذر لكم جميعا على ما بدر مني، فسامحوني. حسن، لا تبالي بشيء، إنني خجل جدا منكم، لذا سأذهب إلى الجبل ثانية وسأعيش وحدي. ولكنك أبي الجديد أليس كذلك؟ أنا لست بآسف إذا كنت أباك أو كنت صديقك. لماذا اتهمت سنان بالسرقة يا جوجو؟ لقد كان لي صديق عزيز علي جدا منذ 3 سنوات، وقد دعوته يوما إلى بيتي، ولكنه سرق كل شيء من البيت وأشعل النار فيه وقتل زوجتي وابني، فأنا فقط بقيت حيا، ومنذ ذلك الحين وأنا لا أثق بأي شخص حتى أصدقائي. وأما هذا الجرح فهو من الحريق. جوجو، إنني أقدر مشاعرك، ولكن كل شخص في الغابة يود مصادقتك. من يريد صداقة خنزير بري قبيح؟ لا، لا تكذب عليه، فأنا حيوان بائس، هذا مستحيل. مرحبا بكم جميعا. ماما، هذا هو جوجو. لقد جئت بالوقت المناسب، فهل لا تذوقت طعامي؟ لقد جعلتني أطبخ، هل هذا لذيذ؟ تذوقوا أرجوك. حسن، شكرا، جيد جدا. كان من الأفضل أن تتركيه على نار هادئة، لأن شدة النار أفقدته نكهته. أجل، فالنار كانت قوية جدا، يجب أن تكون النار هادئة والوقت أطول. شكرا جزيلا. إن ملابسك جيدة جدا يا جوجو، فهل لا تساعدني بأن تصنع لي ثوبا جميلا؟ ولكنني لست محترفا. ولكن انظر إلى بنطلوني كم هو سيء. إن بطانة بنطلونك بارزة كثيرا. إنها خياطة سيئة، سوف أخذ قياسك وأجلب القماش وسأجهز لك بنطلونا جديدا. شكرا جزيلا يا جوجو. وأنا أيضا لدي بعض الملابس التي تحتاج إلى إصلاح يا جوجو. ما الخبر يا سنان؟ كذلك الأرجوحة، أرجو إصلاحها يا أبي. لقد زادت طلباتكم علي. أجل، لقد رأيت أن بيتك جميل جدا، فمن المؤكد أنك بناء ماهر لكي تبني مثل هذا البيت، لذلك أرجو أن تبني بيتا في هذه الغابة. بيت؟ ومن الذي سيسكن فيه؟ يسكن فيه أنت طبعا. أنا؟ أجل، فلقد أصبحت شخصا مهما لأهل الغابة، ونريدك أن تبقى معنا وتعلم أبناء الغابة الحكمة والعادات الحميدة والمحبة. أنا من الآن فصاعدا أنت من غابتنا، واتفقنا أنك والد أيضا. هيه.
شكرا، شكرا لكم جميعا. لا شكر على الواجب، نحن نرحب بك. يا لها من مأساة. ايه انتم هل لازلتم في الماء؟ هيا اخرجوا، هيا هيا. أجل نحن مهلكون. هيا بسرعة. هيا.